اليوم عندنا ندوة علمية تحت عنوان تبرع بالأعضاء إنقاذ حياة، والدور ديالنا احنا كمجتمع مدني هو نرفع الوعي، وهادشي علاش اختارينا هاد العنوان بالضبط. الوغ كما عارفين الموضوع جديد وما عمر شي واحد تطرق عليه لحد الساعة، والهدف الأسمى ديالنا كمجتمع مدني أو لا الهدف ديالنا في هاد الندوة هو خصوصا تصحيح المغالطات اللي عند المجتمع في هذا الموضوع، ونظرا لبعده الإنساني الكبير. الحمد لله احنا اليوم في المغرب كيداروا عندنا عمليات، كنديروا زراعة وكنديروا استئصال ديال الكلي، دونك ارتئينا باش نشعلوا الضوء على هذا الموضوع نظرا لبعده الإنساني خصوصا. مشاركتنا في هذه الندوة تأتي في إيماننا العميق بأهمية والتبرع بالأعضاء، وجئنا لكي نشارك بالموقف الشرعي من التبرع بالأعضاء، لأن الإنسان مكرم عند الله عز وجل، وبالتالي وإن تفرق الفقهاء إلى فريقين، فريق مجيز ويبيح التبرع وفريق يرى المنع، لكن حينما نسبر آراء هؤلاء وهؤلاء نجد أنهم يتفقون على التبرع بالأعضاء، إلا أنهم يختلفون في بعض الأمور، أي تلك الشروط التي يجب أن تنضبط لها هذه العملية، سواء من حيث الاستئصال العضوي أو زراعته، ولمن يتبرع به ولمن نتبرع، وما هي الظروف التي يجب أن نتبرع فيها. والذي يحذر منه الجميع أن لا تكون هذه الأعضاء خاضعة للمساومة بالمال، لأن التبرع هو أن تتطوع بالعضو ابتغاء مرضات الله عز وجل على سبيل البر والإحسان، وأي متاجرة أو ما إلى ذلك فيها امتهان وحط لكرامة الإنسان، والله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم. كواحد من الأطر الطبية اللي كتكون في مرحلة نقل وزراعة الأعضاء عند الناس اللي هما كيكونوا بحاجة ماسة للتبرع بالأعضاء، هذا النوع من الندوات تؤدي إلى رفع نسبة الوعي عند عامة الناس حول موضوع التبرع بالأعضاء، وهذه اللبنة الأساسية هي أول مرحلة في مرحلة علاج الناس اللي هما كيعاينوا حياتهم كاملة تبرع باستقبال واحد العضو اللي يمكن له يبدل الحياة ديالهم وحل المشكل الصحي ديالهم، وهذا الشيء هذا ما يمكن له يكون إلا بتشارك بين فعاليات المجتمع المدني وفعاليات الحكومية والقانونية وكذا الدينية اللي تخلي أنه هذا الموضوع هذا نبسطوه لعامة الناس. اليوم جيت لهذه الندوة هذه لأن كان عندي لبس في العملية ديال التبرع بالأعضاء من الجانب الديني ومن الجانب الطبي، فاليوم جيت باش نستفد من هذه الندوة هذه ونعرف شنو عليا وشنو اللي زعما، واش الا كان بغيت انني نتبرع بالاعضاء ديالي واش ما كاينش شي حاجه اللي تقدر تمنع من الجانب الديني ولا من الجانب الطبي. حضرنا اليوم الندوه ديال التبرع بالاعضاء، يعني ديما كنت انا ملم بهذا الموضوع هذا، ولكن كان عندي واحد نقص في المعلومات لا من الناحيه الدينيه ولا من الناحيه القانونيه. تعلمنا اليوم بزاف الحوايج في المجال ديال التبرع بالاعضاء، وعرفت انه كاين واحد النقص كبير في المغرب، داكشي علاش ان شاء الله غنحاولوا اننا نوعيوا الناس اللي كنعرفوا، الاصدقاء، العائله، حيث كما عرفنا اليوم بأنه شخص واحد يقدر يعتق ديال 8 ديال الناس. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.